ميديكال لابوراتوري تكنولوجي بروجرام، برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية. ده برنامج تخصصي بيؤهل الخريجين للعمل بالمعامل الطبية والبحثية، والبرنامج ده مصمم لسد الفجوة الحالية بين الطبيب وفني المعمل في مجال التحاليل الطبية. البرنامج بيهتم بتدريس العلوم الأساسية والعلوم المعملية الضرورية، وبيركز على اكتساب المهارات العملية في مختلف تخصصات العمل المعملي الطبي، وإتقان استخدام الأجهزة المعملية، وده بيكون بناء على الفهم الكامل للأساسيات الهندسية المتعلقة بطريقة عمل الأجهزة المعملية والتدريب عليها من حيث التشغيل والصيانة والتعامل مع الأعطال. البرنامج كمان بيهتم بتدريس مفاهيم الجودة الشاملة الخاصة بالمعامل الطبية والتدريب على تطبيقاتها. نظام الدراسة في البرنامج بيكون بنظام الساعات المعتمدة، وعددها 130 ساعة على مدار 8 فصول دراسية، ويمكن للطالب المتفوق أنه ياخد نفس كم الدراسة. نظام الدراسة في البرنامج بيكون بنظام الساعات المعتمدة، وعددها 130 ساعة على مدار 8 فصول دراسية، ويمكن للطالب المتفوق أنه يدرس نفس الدراسة على فترات أقصر طالما أنه بيحافظ على مستوى معدل تراكمي عالي طوال فترة الدراسة. البرنامج بيتميز بكونه الأول من نوعه في مصر، وتم تصميمه بهدف تلبية متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية استناداً للمناهج والمعايير العالمية. البرنامج بيتضمن فترة تدريب بمعامل المستشفى عشان الطالب يتعرف على العمل في الظروف الفعلية للعمل. الخريج بيقدر يقوم بمختلف الاختبارات الإكلينيكية في المعمل الطبي في مجالات أمراض الدم والكيمياء السريرية وبنك الدم والمايكروبيولوجيا أو البكتيريا وتحليل البول وتحاليل الأنسجة والتحاليل المناعية، وكمان تحاليل التجلط والبيولوجيا الجزيئية وأي مستجدات في المجال. وهيكون الخريج قادر على الحكم السليم على صحة النتيجة تقنياً مع التعرف على المشاكل الخاصة بمرحلة التحليل وتحليلها بطريقة منطقية لتحديد سبب المشكلة وحلها. طالب كمان هيكون عنده خبرة بكل الأجهزة المعملية الطبية وأجزائها ووظائفها وإمكاناتها وحدود عملها وتشغيلها بكفاءة ومعايرة هذه الأجهزة وصيانتها والتعرف على الأعطال والتعامل معها. الخريج بيكون قادر على الحصول على فرص عمل في المستشفيات الحكومية والخاصة ومراكز الصحة ومعامل التحاليل الطبية والعمل في مجال البحث العلمي. الخريج بيكون قادر على الحصول على فرص عمل في المستشفيات الحكومية والخاصة ومراكز الصحة ومعامل التحاليل والعمل في مجالات البحث العلمي المختلفة. الخريج بيسجل في سجلات وزارة الصحة ضمن سجلات أخصائي مختبرات العلوم الطبية. الدرجة التوظيفية الحكومية تبعاً للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هي أخصائي تقني مختبرات طبية. ببساطة، خريج البرنامج هو مستقبل مهنة التحليل الطبية في مصر والمنطقة المحيطة وبمستوى عالمي متميز.